ما زال آلاف النازحين هربا من أعمال العنف والفوضى في ليبيا يتدفقون إلى مطار فاليتا عاصمة جزيرة مالطا الصغيرة التي تحولت إلى مركز لإجلاء رعايا مختلف دول العالم. مفادنا إلى مالطا جوزي ميغيل سردو يقول: لقد أصبحت جزيرة مالطا منذ الاثنين الماضي قاعدة رئيسية لإجلاء رعايا لجانب ليبيا، فخلال الأيام الخمسة الماضية استقبل هذا المطار الصغير أكثر من 2000 شخص. ودفعت الانتفاضة الشعبية ضد الزعيم الليبي الكثير من حكومات العالم للبدء في إجلاء رعاياها. توم ياتس القنصل الأسترالي في ليبيا يقول لمفادين لدى وصوله إلى مطار فاليتا: لقد كانت تجربة مروعة لن أنساها طوال حياتي. أعتقد أن كل الذين غادروا ليبيا يشعرون بحزن شديد، فالكثير منا له أصدقاء ليبيون، والشعب الليبي شعب طيب جدا، ومن المؤكد أنه لا يستحق المعاملة الوحشية التي عمل بها في الأسابيع القليلة الماضية. وقامت مالطا مرافق طبية مؤقتة لتقديم العلاج لأولئك الفارين من ليبيا، مع استعداد الجزيرة لاستقبال آلاف النازحين في الساعات المقبلة.